مساء الانوار، اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم وبايقاعات مصطفى العازف المميز. نفتتح هذه الحلقه وان شاء الله تقضوا معنا احلى الاوقات. ما تنسوش بانه في عنا ايكون اوف ذا ويك اند هي فيكتوريا بيكهام. امبارح حكيتوا مع باولا بيز عن حياتها الخاصة وكيف كانت من سبايس جيرلز وتطوراتها من فاشينيستا في عالم الميوزك إلى فاشينيستا في الفاشن اندستري. اليوم رح نحكيوا عن تصاميمها، عن هويتها في عالم الأزياء وكيف صارت على الكالندر الرسمي للناس بالماركت وأيضا بالكالندر الرسمي بالفاشن ويكس. فكل شيء متعلق بعالم الموضة والأزياء الخاص بفيكتوريا باكم and her line today مع بيز، فراح تكون معنا. خليكم معنا. وهل بتعانوا من أوجاع بالظهر؟ بفقرة طبية رح نستعرض أبرز العلاجات تجنبا للعمليات الجراحية، فتابعونا وكونوا كتار على الموعد. موضوعنا الاجتماعي لليوم هو العشر أشياء التي لا يجب أن تفعلوها إذا كنتم في حالة غضب، وهذا هو موضوعنا الرئيس اللي موجود أيضا على صفحتنا على فيسبوك، فإن شاء الله تكون ردود فعلكم كثيرة. ولازلنا خلال هذه الحلقة نأخذ أيضا اتصالاتكم على الهواء مباشرة، ما عليكم إلا أن تتواصلوا معنا من خلال الرقم الذي يظهر أمامكم على الشاشة. ما هي الأشياء التي لا يجب أن تفعلوها إذا كنتم في حالة غضب، أو يمكن أشياء عملتوها وكان في عليها ترتب عليها أشياء سيئة عندما كنتم في حالة غضب؟ هذا كله رح نتحدث عنه اليوم، فخليكم معنا. رح نروح الآن على المطبخ. ما
بضيافتنا اليوم الشيف روني بحر، لاول مره بتكون معنا. اهلا وسهلا فيك شيف. اهلا فيك، يعطيك الف عافيه. شو محضرين اليوم من اطباق؟ محضرين طبق لازانيا عباره عن باستا، هو مع لحمه وخضره. اوكي، وصوص التوميتو. وفي طريقه هيك مميزاك اليوم رح تحضرها؟ طبعا طبعا. شو بالنكهات او المكونات؟ المكونات شيء انا بجهزه للتبله، مثلا هيدي اللحمه، هيدي البولونيز. اوكي اوكي، وهيدي الباستا هون، وهيدي البشاميل. اها، مع التشيز وال اوكي. رح ندوق لكن باخر الحلقه ونطلع عليك تبيعا بسياق حلقتنا شيف. اهلا وسهلا فيك. اما هلا مين بيحتفل بعيد ميلاده؟ خلينا نشوف سوا. يحتفل اليوم الممثل بيل موراي ببلوغه 65 عاما. هو الذي نال اولى جوائز الأمي عن عمله في البرنامج التلفزيوني ساتردي نايت لايف، لينطلق بعدها بتقديم عدد لا بأس به من الافلام الكوميديه. يذكر أن بيل حائز أيضا على جائزة جولدن جلوب وبافتا كأفضل ممثل، ورشح لجائزة أوسكار أيضا. ومن مشاهدين الأوفياء نعايد اليوم عباس أحمد، كنزة، ومن الجزائر كلا من ليندا، وأيضا عقبال المي لرحيق شرفي. Birthday to you. Happy birthday لكل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك وبيبعثوا لنا بعيد ميلادهم او عيد ميلاد اللي بيحبوهم. Let's start بجولتنا في عالم اخبار المشاهير والنجوم. جيم كيري وخبريته ايضا ماساته بالعام 2015 عندما توفيت صديقته. هذه القضيه ترجع الى الصحافه والتابلويد، حيث قام زوج هذه الصديقه اللي هي زوج وايت مؤخرا برفع دعوى قضائيه ضد كيري. وهذه الدعوة توجه اتهامات له باستغلال ثروته الضخمة ووضعه كأحد المشاهير في الحصول على دواء بشكل غير مشروع وتقديمه لصديقته، وهذا ما سبب وفاتها. واعتبر كيري الدعوة التي تتهمه بالقتل عار، قائلا: لن أقبل هذه المحاولة الجبانة لاستغلالي أو استغلال المرأة التي أحببتها. مشاكل كانت حدثت قبل أن ألتقي بها، وللأسف فإن نهايتها المفجعة كانت خارجة عن إرادة أي أحد. وهذا آمل حقا أن يكف الناس قريبا على محاولة تحقيق مكاسب من ذلك وأن يدعوها ترقد في سلام. فلا، هذه كانت خبرية جيم كاري والقضية الجديدة في حقه. خاتم زواج مفقود منذ أكثر من 37 سنة يعود صاحبه والفضل لفيسبوك. وفي التفاصيل أن نيسوس بينيدورم جيسي أعادت الخاتم الذهبي إلى أوغستان أليانا بعدما وجدته أثناء ممارستها الغطس على ساحل البحر المتوسط في إسبانيا. وقررت أن تنشر على موقع فيسبوك صورة للخاتم وعلى جانبه نقش بموعد الزفاف يوم 17 فبراير من سنة 79. وبعدما تشارك أكثر من 70 ألف شخص المنشور، علمت بذلك خواني سانشيز، والتي طلبت من زوجها أن يرى هذه المشاركة ويتأكد من أن إذا كان الخاتم يخصه. وبالفعل تبين أنه خاتمه الذي فقده أثناء السباحة منذ 37 عاما. Here we go. هذه نقطة تضاف إيجابية إلى السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. خلونا نروح نشوف، بما أنه الدنيا كلها قائمة قاعدة على الآيفون 7 وشفنا كيف كانوا الكيوز والناس نايمين عند الباب، دائما بيطلع لنا اشياء غريبه. وهذه المره ملياردير قرر ان يهدي كلبه 7 ايفون 7. واسمه فان سيكورا، ابن الملياردير الصيني الشهير وملك العقارات، اهدى كلبه 8 اجهزه هواتف ايفون، ونشر صورا للكلب مع هواتفه الحديثه على صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي ويبو. وقد اثارت الصور ردود فعل المستخدمين الذين ابدى بعضهم استياءهم من هذا الامر، معبرين بان حياتهم اسوا من حياه هذا الكلب بكثير. وهذه ليست المره الاولى التي يهدي فيها الشاب البالغ من العمر 28 عاما كلبه هدايا ثمينه، ففي العام 2015 قام باهداء ساعتين ذهبيتين من ماركه ابل، وتبلغ قيمة كل ساعة 12,000 دولار. Here we go. شيء مش كتير غريب، لأنه عم نشوف أيضا الأشياء اللي عم تصير. شفنا كتير حوادث صارت في منطقة الخليج العربي، هذاك اللي حرق بنتلي والتاني اللي حرق مرسيدس والتاني اللي حرق ففي ناس ما بعرف إذا هو تبطر بالنعمة ولا يمكن حالات نفسية كوكو واوا. يلا، الخبر اللي امبارح حطمنا جميعا هو انفصال انجلينا جولي من براد بيت. والخبر امبارح وقع مثل الصاعقة.
علينا. فهذه العلاقة استمرت بين الكابل 12 عاما، تكللت بعامين من الزواج. طلبت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الطلاق من زوجها براد بيت، وبينت وثائق طلب الطلاق المقدم من أنجلينا إلى أن الانفصال مؤرخ في 15 سبتمبر 2016. وقد طلبت أنجلينا من القاضي الاحتفاظ بحضانة أطفالهما الستة والسماح لبراد بزيارتهم، وهي لا تطالب بالنفقة. براد وأنجلينا كانا قد تشاركا بطولة فيلم مستر أند ميسس سميث في 2005، والذي حقق نجاحا مدويا. وبعد تصوير هذا العمل تطلق الممثل الأمريكي من جينيفر أنيستون وتزوج بها في سنة 2000، يتشارك بعدها حياته مع أنجلينا جولي، وتزوج في 2014. وقد ربيا معا 6 أطفال من بينهم 3 بالتباني من آسيا وإثيوبيا. I don't know, it's very sad story. طبعا امبارح كانوا الكل على السوشيال ميديا بيقول كما تدين وتدان، وجينيفر أنيستون ناو از هابي، ما بعرف شو. بس حسينا انه صح انه جينيفر زعلنا لما انفصلت عن براد، لكن بعدين تأقلمنا مع انجي اند براد. فهلا ما بعرف شو بده يصير، بس اتس ساد نيوز. ان شاء الله كل واحد فيهم يبقى حياة سعيدة. سؤالنا لليوم وموضوعنا الرئيس 10 things you should not do when you are angry، 10 اشياء ما لازم تعملوها لما تكونوا في حالة عصبية شديدة او في حالة غضب. ايش هو رأيكم يا وجوه الخير على السوشيال ميديا وايضا على التليفون اذا اتصلتم بنا 0961163811؟ اكيد راح نكون سعداء لاستقبال اتصالاتكم وايضا ردود فعلكم من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا. Our icon of the week is Victoria Beckham. So خليكم معنا، فاصل ونرجع، ما تفضلوا. الموضوع صار موضوع العصر. اذا حابين يو موف لايك سبايس جيرلز لازم يكون عندكم جسم سليم وظهر سليم. اوجاع الظهر يمكن صارت ملازمه ليمكن 30 مليون واحد بكل مدينه وبكل بلد، فهو مرض العصر مثل ما عم بيقولوا. فاذا كنا حابين يكون عندنا جسم سليم وقوام سليم، لازم نتعرفوا على طريقه جديده ولايف ستايل مميز. رح نحكي عن اوجاع منطقه الظهر، ولا قدر الله اذا وصلتم الى العمليات الجراحيه تجنبها، امتى ايش، امتى لا، ما هي ابرز العلاجات، كل ذلك مع الاخصائي في جراحه العظم والمنفصل والعمود الفقري والامين العام للجمعيه اللبنانيه لجراحه العظم الدكتور بيير جميل. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك، شو الاخبار؟ كثير خير. انا قلت انه مرض العصر هيدا. مزبوط. ايه وعم بيزيد مرض العصر وعم بيزيد مشكله اوجاع الظهر في شقين. الشق اللي بنعرف شو المشكله، والشيء الثاني اللي ما بنعرف شو المشكله. بنعمل فحوصات، بنعمل صور عاديه، صور مغناطيسيه، رنين مغناطيسي، بنعمل فحوصات دم، بنعمل كثير فحوصات واخر شيء ما بنلاقي في شيء. وبننتهي نقول انه هيدي التهاب بالانسجه اللي بنسميها بكثره فايبروميالجيا، فيبروميالجيكو. دونك الاحسن يكون في شيء، لا اذا في ديسك او في سبب لهالاوجاع الظهر فينا نعالجه، فينا نصل لنتيجه. هلا حكيت عن العلاج الجراحي اللي هو اخر علاج،
بعمل كل جهدي وقد ما فينا يعني نشجع الجراحين اصدقائنا الجراحين والباقيين انه ما يصلوا للعمليه الجراحيه، قد ما فيهم يتفادوا العمليه الجراحيه بعلاجات طبيه. نعم. بعض الاحيان موجود مجبورين اذا كان ديسك كثير كبير او اكسترودد او ما بيدوب او موجود مثل ما هو بيكبس على النخاع الشوكي وعلى العصب وبيعطي اوجاع بتبلش بالظهر، هيدي الاشياء اللي بتعطي اكثر شيء وجع بالظهر، واهم من وجع الظهر كمان هو وجع العصب بحد ذاته اللي هو بيعطي وجع بالساق للقدم حسب توبوغرافي معينه، يعني التوبوغرافيا المعينه. شو هي التوبوغرافيا المعينه؟ يعني حسب وين الديسك موجود. اذا اكثر شيء يعني الشائع بين الثالثه والرابعه بيعطي اوجاع من قدام على الفخذ من قدام L3L4L4L4. إذا كان بين الرابعة والخامسة بيعطي وجع من الظهر وبينزل وجع على جنب الفخذ للإجر لأصبع الكبير على الباهم الإجر، باهم الإجر. وإذا كان بين الخامسة والعص L5S1 بيعطي وجع من وراء كليا posterior مثل ما بقولوا من وراء على الفخذ من وراء على بطة الإجر بيصال على الأصبع الصغير. حسب التوبوغرافيا الواضحة يلي موجودة مثل ما هي نقدر نعرف انه هيدا موجود الديسك، تفتق بالديسك موجود بهالطابق او بهالطابق او بهالطابق، وتلاقي شائعين اكثر شيء L3L4L4L5L5S1. وهول هن الاوجاع الاكثر شيوعا اللي ذكرتهم دكتور. في يكون في ديسك غير محل بالظهر فوق بالتوراسيك او الدورسال او اعلى بيقدر يكون موجود هالديسك بس قليل كثير، بنسبه فعلا قليل كثير. اكثر شيء شائع هو هالديسكات بهالثلاث مناطق. أوكي. هون عم نحكي عن ديسك بس ما عم نحكي لا عن ديق بالمجرى والتكلسات على الاشخاص الكبار بالعمر يلي بيعملوا شيء اسمه كلوديكاسيون انترميتانت او بيمشي مثل المسبحه، كثير يمشي 10 متر او 20 متر او 30 متر مجبور يقعد يرتاح او يقرفس ويرجع يوقف يرجع يمشي، بصير يمشي يرتاح 30 متر او 40 متر حسب قد ايه البيريمات دو مارش، قد ايه عنده مجال يمشي، قديش في ضيق بالمجرى. هون غير شيء ناتج عن تكلسات عن روماتيزم، ومع العمر وصل انه صار في عنده ضيق بالمجرى مجبورين نعمل شيء كمان، لانه هون كثير خطره اوقات مجبورين نوصل للعمليه حتى نفتح المجرى ونسمح له يقدر يمشي ويتحرك مثل قبل. اوكي، شو في اعراض اخرى او الام اخرى غير الديسك او انسداد المجرى؟ هلا يا ديسك يا انسداد المجرى، هون واضحين هدول الاثنين، هدول الاثنين المين. بس في اوجاع عند المراه لازم ننتبه لها، عند النساء بيكون في اوجاع او مشاكل ببيت الرحم او بالحوض بمنطقه الحوض بيقدر يعطي هالمشاكل، بيعطي مشاكل الاوجاع بالظهر. عند الاشخاص لا سمح الله اللي عندهم سرطانات بالبروستات يلي عامل ميتاستاز وسرطانات بالعظم يلي بتعطي ميتاستاز يعطي العظم اللي بينتقل على فقرات الظهر، هاي المفروض ننتبه لها. في اكياس دم موجوده بقلب الفقره بحد ذاتها بالعظم او اورام، حتى لو كانت اورام حميده موجوده بتقدر تعطي اوجاع بالعظم بالفقرات. هلا المشاكل الباقيه معقول تعطي اوجاع بالظهر هي تشنج العضلات، التكلس على مفاصل الظهر، حتى مثلا لوقت الاشخاص اللي عندهم روماتيزمات، في روماتيزم اسمه سبوندي ارتروباتي، يعني ما بيبين الروماتيزم الا باوجاع الظهر، اول وجع بيصير عنده وجع الظهر بسموه اكسيال، وبعدين على الحوض اوجاع الحوض، هيدا من الروماتيزمات. من الاملاح اليوريك اسيد بيقدر يعطي شيء، يعني اذا بنشوف اسباب كثير كبيره ممكن تؤدي لوجع الظهر بتعطي الاوجاع وبمثل ما قلت في اوقات ما بنعرف شو هون اللي اصعب شيء، لانه بنصل لشيء من الشخص خاصة الشخص اللي بينوجع من رقبته من الترابيز من اوجاع العضلات بين الكتفين بين الرفشين، وبقول لك عندي وجع بمد من هون على فرد ميلي لهون لتحت مثلا الاجر، اكيد ما في شيء، اكيد لانه منه توبوغرافي واضحه، منه توبوغرافيا واضحه، يعني اكيد البروبليم تبعه مشكلته هيدي مشكله فايبروميالجيا التهاب اعصاب بيجي من رتوبه من ستريس اكثر شيء من اشياء كثير المكيفات اللي بهدل الدنيا كمان الاي سي التبدل بالحراره كثير مهم بيعمل تشنج بالعضل نقص المغنيسيوم بيقدر يعطي تشنج بالعضل اوجاع بالظهر. فبعدين نحن كثير المشكله انه
ما بنتحمل الشوب وما بتغري على حالك اي شيء وبننجب بنمشي ما عندنا يعني ما عندنا انفراستركتور توصلنا من السياره بإير كونديشن للبيت بإير كونديشن ما بالبلدان يلي فيها شوب بكثره مثل بالمملكه العربيه السعوديه عنده انفراستركتور اقوى بتتصل انه ما تتعرض للشوب ابدا ما يصير فيها تغيير بالحراره في بعض البلدان ما فيها الانفراستركتور في عنده التغيرات بالحراره برد للسخن والرطوبه العاليه كمان كمان بتأثر. طب دكتور بالختام هيك نصيحة أخيرة حتى المريض يتبع كل العلاجات المتاحة لنتجنب نوصل لعمليه الجراحية. أول شيء أول ما تبلش معه أي أوجاع بالظهر مفروض يلاحق أو يعرف شو المشكلة، لإذا عندنا تشخيص صريح وواضح نعرف إنه في عندنا مثلا ديسك موجود في فتق بالديسك وكابس على العصب ومفروض نعالجه، إذا كان ديسك يعني الفتق طالع بشكل صغير أو حتى أكبر نقدر نعمل بطريقة نعمل أعطي أدوية للالتهابات حتى تخفف الالتهاب على العصب، نعطي علاجات تترخي العضل تما يعود كابسين الفقرات على بعضهم، لأن كل ما يكبسوا الفقرات على بعضهم كل ما الفتق يطلع أكثر، فإذا المفروض نعرف شو المشكلة، تنعالجها بأدوية الالتهابات، حتى لو وصلنا لوقت نعطي حقن كورتيزون حتى نشيل الالتهاب أكثر من أنتي إنفلاماتوري بنقدر نعطيها، لأن الكورتيزون بيعطي تقرحات بالمعدة أخف واخف ضرر بعض الاحيان من الانتي انفلاماتوري يلي بيعلي الضغط بيقدر يضرب الكلى فبنصل لعلاج فعال حتى نقدر نشيل التهاب على العصب وبعدين بنعطي الفيزيوثيرابي العلاج والحركات المفروض يعملها المريض تيرجع الديسك محله نعم. وحتى لو في ديسك كبير ها كثير مهمه ما تتشجعوا دغري تقولوا بدي اعمل عمليه للجراحين ببعثها مساج لا بعض الاحيان لو كان كبير الديسك مثل ما بضلني اقول هالديسك مثل العنب بيصير زبيب بيعمل شرينكينج بالانجليزي يصير راتاتين بالفرنسي بزم بنشف مع الوقت لان في الموفمون تبع تنفس العمود النخاع الشوكي بيمعسوا لهالديسك وبخليه يدوب من دون ما نعوز عمليه. شكرا لك دكتور بيير الجميل على كل هالمعلومات الطبيه واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك شكرا. ننتقل الى تقرير خاص عن مجموعه ذا كلينيك اللي بتضم عدد من الاطباء والجراحين من حول العالم المتخصصين بمجال الجراحه التجميليه اللي اطلقوا مؤخرا او حدث اقيم ببيروت لاطلاق عدد كبير من الانجازات التكنولوجيه، خلينا نتابع نحن وياكم وبنشوفكم بعد البريك. احتفلت مجموعة ذا كلينيك للجراحة التجميلية من الجراحين والأطباء الدوليين وعلى رأسهم دكتور رامي خوري بالحدث الطبي المميز The Black Carpet Gala Dinner في المارينا كلوب دبي لبنان في 9 من شهر سبتمبر ضمن حشد إعلامي وفني مميز ومشاركة لمشاهير من مختلف المجالات. وجاء الاحتفال للإضاءة على إنجازات جديدة للمجموعة أبرزها إطلاق البرنامج الأول في الشرق الأوسط للبوتوكس والفيلرز الذي يسمح للزبائن الاستفادة من جلسات مجانية من خلال تحميل تطبيق خاص بالهواتف الذكية. كما تم الإعلان عن التطورات التكنولوجية في العيادة من ليزر وفيلر وعرض خاص لمعدات ألما ليزرز المتطورة التي تعد الأهم عالمياً بأقسامها الثلاثة تقنيات إزالة الشعر، ليزر البشرة ونحت الجسم أو بادي كونتورينج. هذا الحدث المميز أحيته نجمة The Voice الفرنسية دياز ورفقها المؤلف الموسيقي ميشيل فاضل على البيانو ضمن أجواء فنية راقية لاقت استحسان الحاضرين. Without you, it takes all the way.
نحن على الهواء. رجعنا. ورجعنا. بونجور. هاي. يعطيك العافية مستمع متعقد ما شاء الله. وبالمي بالووتر كيف بيطلع أصوات بيعمل كومبينيشن وبيخلق إيقاعات لحاله وأصوات رائعة لحاله. هذا الشيء كثير كثير حلو. موضوعنا الاجتماعي لليوم والرئيس لليوم حكينا عنه في بداية هذه الحلقة، ما هي العشر أشياء اللي ما لازم نعملها لما نكون في حالة غضب؟ وهذا الموضوع طرحناه عليكم على صفحتنا على الفيسبوك وفي ردود أفعال كثير كثير مميزة ومنها الطريف ومنها الواقعي، لكن احنا رح نحكي عن هذا الموضوع مع أهل الاختصاص. تنضم لينا اللايف كوتش غريس خليفة. أهلا وسهلا فيك. أهلين، كيف شو الأخبار؟ الحمد لله طبعا. أنت في عندك طرق معينة لتتغلبي على الغضب؟ أي والله عندي طرق معينة. رح نحكي عن كل هيدا الشيء. أكيد بنحكي عن كل هالشيء بلال، بس سألنا الناس كمان مثل ما قلت شو رأيهم بهالموضوع، شو بيعملوا لنفسه هيك عن الغضب؟ خلينا نشوف جوابه. هات لنشوف. العصبية صفة يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في مواقف حرجة ومشاكل كبرى، وتختلف أسباب العصبية باختلاف المرحلة العمرية للإنسان أو حالته ومحيطه، أما آثارها وطريقة التعبير عنها فتختلف كذلك بحسب الفرد. لنجد البعض ينفس غضبه بالصراخ وتكسير الأثاث، والبعض الآخر بالوحدة والاختلاء بالنفس. فما الذي تفعله أنت عند الغضب؟ أحياناً ضغط الشغل أو بكون مثلاً فعلي ضغط مطرح معين بتتزيد يعني بتتراكم. وقت ما أكون معصبة بجرب أنه أتنفس، أوكي، وبجرب أنه أفصل عن العالم الخارجي وأعيد حساباتي. عند العصبية بعصب. أقرأ أو أكتب. بكسر أي حاجة قدامي. أنا رجل مو عصبي، بارد لدرجة وهادئ لدرجة. بزعج أنا وبروق حالي، بضرب راسي. فش خلق إذا كنت كثير معصبة من حدا. بقعد لحالي. تكسير شو ما بدك، وعلى طول واحد وقته معصب. واكثر شيء بعصب وقت باخذ قرار انه هي ما بدي اعصب، بعد شوي بلاقي حالي عصبت زياده. يمكن اضرب. ليك ما بعمل شيء لانه بعصب، بس ما ببين علي اني معصبه، وبحاول اكون رايقه لانه ما بحب اعصب. يعني اذا عصبت ممكن يطلع صوتي عالي شوي، بس غير هيك ما بعمل. والعصبي شخص يخرج عن شعوره بسرعة جدا، وتجده غير قادر على ضبط نفسه أو التفكير بأفعاله، فتخرج الكلمات منه دون أن يشعر، ليعود ويندم على انفعاله بعد فوات الأوان، جاهلا أن هناك أشياء عليه الامتناع عنها عند العصبية. أحكي مع العالم، أتواصل مع العالم حتى لا أخسر الكثير. يعني ما بعد عن الأشخاص اللي هم بينفذون عشان ما تنفذ أكثر. يعني ممكن أغلط في حد قدامي وأنا مش قصدي. حاول أن أحافظ أعصابه بس أكثر الواقع. أنا أجرح اللي ما بيلي. جرب ما تسوق عربية أو ما تعصب، أقعد لحالك شوي لتروق. تكسر، تضرب حدا مثلا، تقتل حدا إذا معصب، تعمل حادث، يعني كتير أشياء، في أشياء ما لازم نعملها. إنه ما نحكي مع حدا لأنه حنفرض العصبية عليهم. وإذا كنت من أولئك الذين سمعوا كثيرين من حولهم يصفونهم بالعصبيين ويدفعونهم للتحلي بالصبر، قد بات من الضروري أن تطرح على نفسك سؤال واحد باستمرار: كيف أتخلص من العصبية؟ وما الذي علي تفاديه عند الغضب؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم من بي لايف. كان لازم نحط كمان Angry Bird. Thank you لزميل هيثم على هذا التقرير المميز. Along Grace. ردات الفعل تختلف من شخص لآخر، من واحد للثاني. فشو تنوعها وأنواعها؟ ردات الفعل تعتمد على شخصية الإنسان، إنه الردات الفعل والأسباب تبعوا للغضب تعتمد كثير على قدي أنت عندك وعي، قدي عندك متطور بذاتك، كيف تفهم حالك، شو شخصيتك، إذا أنت عصبي كثير، إذا أنت انفعالي، إذا أنت عاطفي، بتأثر طبعاً باختلاف الأشخاص باختلاف الناس والمسببات كمان. ما هيك؟ طب كمان هالغضب هو سبب وراثي أم مكتسب بيكون؟ صراحة صعب الجواب على هالسؤال، لأنه ما في دراسات كفاية بتقدر تقلك إيه أو لا، بس في دراسات بتقول إنه الغضب، الخوف والتعاسة ممكن يكون وراثي، لأنه بالدي إن إيه تبعيتك وبالتوراتي كل هالأشياء من أهلك، خاصة أول ما يخلق الواحد، طريقة تعامل أهله معه، طريقة المحيط تبعه، الكالتشر تبعيته بتأثر. ولكن
أكثر، الغضب مكتسب لأنه أسبابه عادة خارجية، أسبابه الناس، أسبابه الأوضاع اللي أنت فيها، وممكن تقدر تتعلم كيف تسيطر على هالأسباب تقدر تسيطر على غضبك قد ما فيك. طيب مين أكثر الناس عرضة للغضب؟ يعني في ناس شيء بسيط بيولعهم، وفي ناس ما شاء الله عليهم قنابل وحروب قدامهم ما بيتحركوا. الناس اللي عرضة كتير للغضب هن الناس اللي بيحبوا الكمال، اللي controlling people، بيحبوا يسيطروا على وضعهم، يسيطروا على الآخرين. هيدول اللي بتكون مثل ما بيقولوا فتلتهم قصيرة، أي شيء ما بيمشي مثل ما هن بدهم بيغضبوا. بينما الناس ما في حدا هيك؟ حدا حواليك هيك؟ وكمان الناس العاطفيين كتير، الناس اللي ما عندهم مرات كتير قوة شخصية بيتأثروا أكتر بالمحيط حواليهم، فهن معرضين للغضب أكتر من غيره. الغير مظبوط. رح ناخد اتصال لنشوف كمان شو رأيه حول هالموضوع. مساء الخير. مساء الخير. صباح. أهلا وسهلا صباح، تفضل. كيفك نانسي؟ منيحة؟ ساشا. ساشا. ساشا علينا ساشا. كلكم ناهي عندي بعد. منيحة كثير. الحمد لله. تفضل. بدي أعلق على الموضوع بس. أكيد عم نسمع. تفضل. أنا كثير نيرفوز، ما بقدرش يعني نحكي لنفسي عند الغضب. ما بعرف ليش. لازم أطلع كل شيء بعدين برتاح. طيب. إذا ما طلعت كل شيء يعني بنفجر. ما بعرف. كيف بتطلع على الغضب متاعك؟ شو بتعمل مثلا؟ يعني بضع يعني يكون قدامي يعني بصرخ عليه يعني بصرخ كل شيء يعني ما بعرف شو اعمل لحظة الغضب. اوكي يعني تنفس عن الغضب متاعك بالصريخ وبالعيط بس ما بيوصل للضرب طبعا ولا بيوصل؟ يعني وما بقدر يعني امسك نفسي عند الغضب ما بعرف. ما بتعرف طرق. شكرا لك، شكرا عبد الودود، ان شاء الله يا ربي نلقاو لك الطريقة. طيب شو رأيك؟ خصوصا الدم الجزائري سخن ما بيعرفش. أهم شيء تبلش تاخذ نفس. أوكي. تاخذ نفس، جرب تعد للعشرة وتفكر قبل ما تجاوب أو تفكر بردة فعلك كيف بدها تكون، تكون أنت مسيطر على حالك، ما تخلي الوضع يسيطر عليك. هيدي أول نصيحة بقدر أعطيها. بعدين في أشياء كتير لازم الواحد يعملها مثل التأمل، إذا بيتعود الواحد يقعد مع نفسه ياخد نفس يروق أعصابه، يروق يعمل رياضات بتهدئ الأعصاب. هدول الناس السيفيلايز، هدول الناس اللي عندهم لايف ستايل معين، بس الناس التانيين اللي تروح عن غضبك بالرياضة، بالبوكسينج، بالأشياء اللي بتطلع كل شيء بداخلك فيك، تنفرد بغرفتك وتضرب الوسادة المخدة تما تضرب الإنسان. ولكن أهم شيء لما تكون بوضع بنرفزك كتير وفي نقاش حاد وما قادر تسيطر على حالك، اطلب تايم اوت بنسميه، اطلب وقت لتنسحب شوي، تروق اعصابك، تاخذ نفس، وبعدين خود موعد مع الشخص انه بدي ارجع له، مش انه انسحبت يعني انا ضعيف، لا بدي ارجع له لما انا اكون رايق وبقدر احكي بهالموضوع مشان نحله. بدك تركز على الحلول اكثر من على الاسباب اوكي اللي عم بتسبب الغضب، وما تضلك عم بتفكر فيه كل الوقت. اوكي طيب نحاول ناخذ قدر اكبر من الاتصالات. عامر مساء الخير. كيف عم بسمع طريقه عم تسمعنا يا عامر؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا نعم تفضل عم نسمعك. كيف عم تسمع رأسائية عم تحكي عن التعصيب وهيك طبعا الانسان بجرب يعمل كنترول، بس لو ارفع بيقعد عن المديتيشن بيتعود انه يكون ريلي انه ما يعصب او يعني او يكون يعني يكون نتائج تعصيب ويكون ضئيل شوي تفكيره. فكثير الانسان ما بيعصب لما يتعود يطلع مطيعه معينه او يتعود على سكور معين او على نمط معين من حياته يعمل شيء معين زي موسيقى يعمل سكور او غيره، ممكن يستفيد اكثر بنفس التعصيب فيه. هذا انه انا ما بحبش الحال مع صديقين بقول له حتى عشرة وكاية بعد كنت ترمي في الجزائر. هذا رأيي. أوكي، جريس سمعتي؟ أنا ما سمعت كثير منيح والشباب كمان مطفيين جوا. أوكي،
يعني هو عم بيقول يمكن انه المديتيشن والهيك بدك تتعود عليها. مزبوط انه ما فيك اذا انت انسان عصبي كثير ما فيك تفقد عصبيتك بسرعه، بدك تاخذ الوقت اللي لازم تتنفرد مع نفسك وتتامل وتقرر انه بدي غير تصرفاتي، لانه افتر اول انت اللي بتقدر تسيطر على تصرفاتك. فما بعرف اذا عم برد له مزبوط على اللي قاله لانه ما فهمت كثير منيح. اوكي هلا خلينا نشوف الشباب كمان، بناخذ اتصال ثاني ويا ريت تساعدونا اذا ما قدرنا نسمع ونشيل الميوزك كومبليتلي. مساء الخير مصطفى، تفضل. الو مساء الخير مصطفى. يا مصطفى تفضل. يلا اتصال مش موجود. 10 things you should not do لما الواحد يكون معصب، 10 اشياء ما لازم تعملها او تعملوها لما تكونوا في حاله غضب كبيره. اول وحده، اول شيء انتبه شو عم تحكي تما تندم على الكلام اللي بتقوله. اوكي يمكن احنا بنمشي عليهم على الترتيب الموجود عندنا. اوكي طيب خليني بلش بالما تنام وانت زعلان. ايوه ما تنام وانت زعلان. ليه؟ لانه لما الواحد يفكر بشيء كل الوقت ويفوت وينام بتعزز الافكار، الميموري بتزيد والتركيز بيزيد، بقى بيزيد الغضب اكثر. اوكي ثاني شيء لا تقود سيارتك. ليه؟ لانه لما تكون كثير معصب كثير منرفز بصير عندك تانل فيجن، ما بتعود تشوف، بتزيد التشانسز انه تعمل حادث سياره، ما بتعود تنتبه، ما بتعود تركز، ما بتعود في تركيز. اوكي ثالث شيء ما تاكل، لانه لما تكون معصب تتوجه، لا تتسرع بالتنفيس يمكن على غضبك. احنا حاطين لا تتسرع بالتنفيس، خلينا هيك نمشي عليهم. لا تتسرع بالتنفيس عن غضبك. شو يعني؟ يعني ما دغري تحكي، لانه مثل ما قالت ساشا الكلام ما فينا نسحبه. بقى اذا انا عصبت منك وسبيتك وعيطت عليك وقلت لك كلام ما بقدر اتراجع عليه، اذا تايم اوت، انسحب، فكر بعدين قرر شو بدك تجيب. ما تتجه للاكل. ليه؟ لانه لما بتكون معصب وبتاكل، بتاكل شوكولا، بتاكل حلو، بتاكل خبز، ما بتاكل الاشياء الهيلثي اكثر. وبعدين لما يكون الجسم بحاله غضب بيكون بحاله فايت اور فلايت. شو يعني؟ يعني بفكر الجسم انه هو مهدد وبيصير بحاجه ليدافع عن نفسه، بقى ما بيعود يقدر يهضم الاكل بطريقه سليمه، مشان هيك منه منيح. النقطه الخامسه، ليكي انا ما بقدر، لا تستمر بالنقاش، مثل ما قلنا ابدا 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 ما تكفي لما تكون معصب، لانه راح كل اشياء بتندم عليها. ما تقول غضبك على الفيسبوك، على السوشيال ميديا، على الانستغرام. ليه؟ لانه لما تكون زعلان وتركز على الغضب بيزيد. فاحنا ما بدنا نزيد غضبنا، بدنا نروق ونروق، وما بدنا نقول شيء مثل ما قلنا كمان نندم عليه. ونفس الشيء بالايميل، اذا كنت زعلان من مديرك، من حدا بيشتغل معك، اذا وجهت له ايميل كثير قاسي رح تندم، لانه ما بتعرف كيف النتيجه بدها تكون. صحيح. اذا بتحب تعبر عن غضبك بالكتابه، كتب، عبر، هيدي طريقه كثير حلوه، بس ما تبعت الرساله لاي حدا. على السريع اخر ثلاث نقاط. اوكي ما تاخذ قرارات مصيريه، طبعا هيدا كثير مهم، لانه لما تكون تنفعل ما بتكون بوعي تفكر بوعي كافي تاخذ القرار اللي هو بفيدك. وبعدين ما نرد على المكالمات، لانه رح تفش خلق بشخص ما له علاقه بالموضوع، بقى افضل ما تجاوبي على التليفون. وبعدين ما تضخم الموضوع. شو يعني؟ يعني ما تضلك تحكي فيه، لانه كل ما تعطيه طاقه، كل ما تعطيه انرجي بيزيد. بدنا نركز على الرواق وعلى الهدوء وعلى كيف بدي حل القصه، مش كيف بدي زيد مشاعري واغضب. كبيان فوالا. دونك طبعا اكيد في نقاط، كل واحد فيكم يمكن عنده نقاط، عنده اراء، عنده بيقول لك ما تعطي وعود لما تكون غضبان او فرحان، في كثير اشياء يمكن انتم الادرى وكل واحد ادرى بحالته النفسيه، لكن هذه يمكن اهم شيء ناخذ بريك ونبتعد وناخذ وقت لنفكر. ثانك يو سو ماتش جريس، ميرسي لك. بعدنا مع مواضيعنا وحلقتنا اليوم، وايضا بعد الموضوع الاجتماعي موضوع الفاشن مع فيكتوريا باكم. The heart's got a mind of its own. Don't listen to what I say. Doesn't it know that I get hurt too? When it acts that way, when it breaks that way, I don't know how much more this I can tell. Doesn't it know that I get hurt too? When it acts that way, the heart's got a mind of its own. Don't listen to
فوالا ضيوفنا في الكواليس باولا البيز وايضا راني الخطيب. باولا اول شيء شو رايك كيف بتنفسي على الغضب انت؟ حسب كل سيتواسيون كل وضع عنده غضب له. في اشياء كثير بعصب وبولع وبدي صرخ وبكسر. اوكي في اشياء وقتها في غيري موجود ساعتها بدي افكر اخذ الهدوء وابتعد عن الوضع وباخذ الديسيجن. حلو لكن انا في الشخصيه الرزينه ولما بكون مع حالي انا في جن واخوات مثل ما بدي. بس يعني اللي بيعذب حيوان بشوفه عم بيعمل لك شغله لا هيدا هيدا لازم راني شو على طول بنمارس فيه كله كيك بوكس. لما عصب بضلني كامش حالي يعني وبنطر للتريننج تبعيتي وبفضي طاقاتي على البوكس. حلو والرياضه اكيد دائما بتخلينا نسيطر على حالنا ونضلنا هيك زين. راني راح يشارك في بطوله ومن بطولات عالميه وان شاء الله يا رب ياخذ القاب عالميه في كيك بوكسينج وضيفنا راح يكون خلال هذه الحلقه مع باولا ايضا وفيكتوريا باكم. فاصل الراجعين ما تروحوش بعيد تفضلوا. فقرات بي لايف وفقره رياضيه متعرف فيها لابطال الكيك بوكسينج مع ضيفينا راني الخطيب ومجد المصري. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. راح نبدا مع الحدث الاهم اللي راح يصير باخر شهر بفلوريدا وهو بطوله العالم بالكيك بوكسينج واللي راح تكون متوجه لالو راني لهونيك. خبرنا اكثر عن هالمشاركه وكيف التحضيرات عم بتكون. التحضيرات يعني لنا فترة عم نحضر لها البطولة وهي بطولة سنوية بتنعمل بكل سنة ببلد واسم البطولة WKU World Kickboxing Union. هي بطولة عالمية بتجمع كل البلدان. اوكي. في شروط معينة يمكن لاختيار مين المرشح يكون بهالبطولة؟ ايه كل شخص بيكون معه ذهبية ببطل بلده هو بيكون. اوكي طب هلا التدريبات كيف عم بتصير؟ تدريبات ست ايام تدريباتك ست ايام بالجمعه بتكون ومكثفه تقريبا. اوكي وبالتعاون مع مين؟ في حدا عم بيشرف على التدريبات؟ اكيد معك عندي كوتش الشيخ علاء بورسنان. اوكي تحيه كثير كبيره له انا كثير ساعدني لاوصل لهون بتشكر. طب راني شو مميزات هالرياضه الكيك بوكسينج وقديش بالفعل بتنفس عن غضبك وهي العكس ما بتسبب مشاكل بالعكس بتسيطر اكثر على حالك عند حدوث اي مشكله؟ مزبوط هيدي الشغله. انا الكيك بوكسينج وقت ما صرت العب هاللعبه صار عندي سيلف كنترول سيلف ديفنس وضلني مسيطر على حالي باي مشكله بتصير معي. ومن اي عمر بلشت راني مارست الرياضه؟ انا بلشت من سنتين تقريبا يعني بال 2015 بدايتها اول 2015 بلشت. ومن سنتين وصلت لحققت لقب بطل لبنان باول تمرين اربع اشهر كنت بطل لبنان رجعت شاركت ببطوله اسيا واحرزت ثالث بطل وشاركت ببطوله العالم وبعد 8 اشهر تمرين كنت اخذت بطوله ثالث بطل عالم. يعني هالقد مصر توصل لهالمكان هذا حلم من احلامي. ومجد بتمارس النوع من الرياضه كمان لمده ست يعني لك ست اشهر تقريبا فيها كيف لجأت لمين عرفك اكثر؟ صراحه يعني انا وراني كنا رفقا نحن وصغار فكنا دائما نحكي معه وينك شو عم تعمل دائما يقول لنا عن مثلا تدريب كيك بوكسينج عندي وعندي وعندي وكان يعزمنا ننزل نحضر له بطولاته. فمن وقتها بيوم عيد ميلادي اجاني هديه عده البوكسينج وكل هودي من رفيقي جاوب. بس انت كنت بعيد جدا عن الفكره صح؟ ولا يعني كنت مش كثير كنت دائما تبعهم بس ولا مره لعبتها كنت الكيك بوكسينج. فمن بعد ما اجتني الهديه حمسني زياده على هيدي الشغله ومن وقتها فت على الكيك بوكسينج وبعدني مستمر كمان.
طب بست اشهر يعني شفت مثلا مجد بظرف يعني عفوا راني بظرف سنتين شو حقق هلا يعني انت شغله حمستك اكثر انه بست اشهر لوين قادر توصل، كيف طورت حالك اكثر يعني بهالرياضه؟ كل يوم كل يوم تمرين، ويجي مرات لعندي راني يساعدني يمرني يعلمني ومن هيك بعدني كل يوم. هلا بنحكي شوي كمان غير انه هالرياضه قديش مهمه واساسيه، كيف بتشجعوا الشباب اكثر ليدخلوا الى عالم الكيك بوكسينج؟ انا بشجع الشباب انه يدخلوا بهاي الرياضه، اول شيء من وراء الشباب اوقات بيستهتروا بهاي الرياضه، بيشوفوها انه ما لها معنى، ما بتستعمل ومدري شو، ما بتستعمل، والشباب اخص بيطلعوا لمشاكل تقولها لا، بالعكس هي بتعطيك سيلف ديفنس، سيلف كنترول، ضلك مركز، لا في شيء ثاني ممكن تفش خلقك فيه، هو كيس البوكس يعني تريننج كل شيء. هي صحيح، بتمنى لك كل التوفيق، انبسطنا بحضورك معنا كمان بالمجال اللي انت فيه، وبدنا ميدالية ذهبية، نحن ناطرينها. ايه اكيد نرجع نستضيفك اكيد. اكيد شكرا، وشكرا لحضورك معنا. اهلا وسهلا، شكرا لكم. بحب اتشكر انا كثير الال بي سي اللي استضافتني هون، وبحب اتشكر النادي هلال النصر والهيئه الاداريه اللي فيه، والكوتش اكيد كوتش علاء برسلان اللي كثير عم بيتابعني لاوصل لهالمرحله. تحيه لهم واهلا وسهلا. واما حتى موسيقيه مع الفنان اللي احيا حلقتنا لليوم، فنان الايقاع مصطفى تمساح، وبنرجع نستضيفه. الاستوديو يا مصطفى بهالعزف المميز، واكيد رح نستضيفه بهالفقره لنشوف كيف كان موسم الصيف. اهلا وسهلا فيك مصطفى تمساح. اهلا فيك، شو اخبارك؟ اهلا وسهلا فيك يا ساشا دحلوم. واهلا وسهلا فيك ميلاد. مصطفى شو شيء يعني ما شاء الله عليك، برافو برافو برافو. ميرسي ميرسي مصطفى، كيف كان هالموسم وقديش صار في اقبال اكثر على هالنوع من الموسيقى؟ الموسم كثير كان حلو الحمد لله، والاقبال ملفت جدا يعني، ولي سنين انا طويله عم اتعذب لتوصل لنوصل هذه الفكره للناس، هلا انتشرت بعتقد بكل العالم العربي. كثر خير الله، هذا المطلوب. ما شاء الله.
هلا احنا بيجونا كثير ميوزيشنز، بيجونا كثير دي جيز، بيجونا كثير ايقاعيين، بس انت عامل هالخلطه والكومبينيشن المميزه. انت حابب يكون عندك ستيل خاص فيك صح؟ يعني من لما كنت صغير عندي هذا الهاجس ان يكون انا مختلف، فعطول اي شغله بعملها بحب اكون، ما بحب رقم اثنين. حلو، نايس. بحب رقم واحد عطول. طيب قالت ابتكرت اشياء جديده، عم تعمل اشياء غريبه مثل ما شفنا، طب شو الاشياء اللي خاصه فيك انت؟ مثل ما شفنا البامكن. اوكي، البامكن هيدي شغلي انا، مع جات المي. هيدا البامكن من أساسها انا ومنشفها، بتصير مثل الخشب. ومجرد نحطها بالمي بتعبي هواء وبصير الصوت بيلعب بالهواء. حلو، كل ما بننفس الهواء بيرفع الصوت، كل ما بنسكر الهواء بيعرض الصوت. حلو، ذاتس نايس. يعني ابتكرت شيء يمكن آلة، خلينا نقول خاصة فيك. طب مصطفى كيف بتعرف أكثر مثلا هالصوت كيف رح يطلع إذا حطيناه بالمي، إذا عملنا يعني بدها كمان كثير تجارب؟ موسوعة تجارب على سنين طويلة، موسوعة تجارب كثيرة يعني. بالإضافة في شغلة مهمة كثيرة، ثاني بارت عملناه حبيت وصل مسج انه البركاشن مش ضروري يكون ازعاج، ممكن يكون متعه اذا عرفنا كيف نعزف ونوصل بطريقه حلوه وسلسه، بتبطل آلي مزعجه فبتصير آلي حلوه اذا نحن عرفنا كيف نوصلها. حلو، طيب من خلال انه اكتشافك لايقاعات جديده لاصوات جديده، ات مينز انه انت بتعمل كثير ريسيرش، بتعمل كثير ابحاث صح؟ صح صح مزبوط، على طول يعني بشكل يومي ابحاث ودراسات وتمرين وبشكل كل يوم. بتعرف شو الجديد؟ بتعرف على طول ابديت، على طول ابديت. فيري نايس، حلو. هون عامل فكره جديده كمان درجتها من فتره كمان من خلالكم، طلعت وقلت عليها، اللي هي البي جي. انا بكون دي جي وانا البركاشن بنفس الوقت. نايس، يعني انا عم بعمل الشو كله، وهذا بده تعب اكثر كمان منك بالحفله او بالمناسبه. مجهود كثير كبير بالفكر، فرقه موسيقيه بشخص واحد. مزبوط. طب اختيار هالاغاني كلها كمان قد ايه بتساعدك لتضيف شوي على الجو وتعطي حياه اكثر؟ اكيد هو لازم تكوني تعرفي الناس شو بتحب، اختيار الاغاني طبعا كثير مهم للناس. اذا بدك، مش معقوله احط لك شيء حزين وانت حابه تفرحي، فلازم اعطيكي فرح، والعكس صحيح، اذا حابه ريلاكس وهذا مش مكان بلال. طيب شو المشاريع اللي عندك وشو طموحاتك للمستقبل؟ طموحاتي كثيره، ما بتخلص ما بتخلص، يمكن الحياه تخلص والطموحات بتضلها موجوده. اقرب هلا وقت عندي يوم الاحد، عندي صيدا فيستيفال يوم الاحد تقريبا بين الستة والستة ونص بكون انا عم بقدم الشو تبعي. عندنا وقت بدنا نجن شوي نحن والناس. بالاضافه ل عندي اكثر من بروجرام تلفزيون مشارك فيهم كاوركسترا يعني، وبعدنا ساحبين لراس السنه بالاعراس. اكيد راس السنه والمناسبات رح يكون عندكم اكيد سكجول فول. ثانك يو مصطفى، ميرسي كثير لك. ميرسي لك. موضوعنا اليوم كان عن الغضب، بس اكيد انت هيدا كله بيطلع، ما في شيء. ما في. بس ما انك شايف. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طيب احنا طلبنا منكم اكيد تعطونا رايكم في موضوعنا لليوم، هي شو هي الاشياء اللي ما لازم تعملوها لما تكونوا في حاله غضب؟ ردود الفعل نور ام علي من خلال سماع الموسيقى الرايقه وممكن ممارسة الرياضة وخاصة الجري أو اليوغا. أسمتي شيكولتي، أوكي؟ لابد شيكولتك أنت، لابد أن أخرج وأبتعد عن المكان الذي سبب لي العصبية أو أبكي أو أعمل شوبينج، حبيت شوبينج. أنا مرات بحاول أن أمارس هواية تخليني أهدى وأحكي مع رفيقة أو صديق قريب، هيدي ميليج سوريل، ما مش عارف إيش. أريدي عبد القادر يقول يكون ذلك بالاستماع للقرآن الكريم لأنه شفاء لما في الصدور، وشكرا لكم على هذا الموضوع. أكيد أكيد أكيد. الجواب الأخير نسمة، بكسر شيء مثل تليفون أو غاز أو طبق أو أنفجر بالبكاء حتى فرغ شحنة الغضب، بس مستحيل أجرح حدا بكلمة. نسمة يا نسمة، أنت نسمة ما لازم تكسري شيء، بس حلو أنه ما تحاولي تغضبي أي حدا.
مصطفى ثانك يو سو ماتش لك. شكرا لك. عن جد دائما بلجر تكون معنا بالبروجرام. فاصل اخير وراجعين من بعده لنحكي عن عالم الازياء، وبما انه فاشن اوف ذا ويك اند ايكون اوف ذا ويك كانت فيكتوريا باكام فرح نحكي عن ستايلها في التصميم. Of the week is Victoria Beckham. كيف من ولا شيء صرنا شيء. Victoria. West Town girl من بريطانيا، بلشت ممبر من سبايس جيرلز، من بعدها صار عندها إمبراطورية لعالم الأزياء ولاين خاص فيها وستيل صار اسمه في بي. دخلت فيكتوريا باكهام عالم الموضة أولاً كعارضة أزياء، وكانت أولى العروض التي قدمتها ضمن أسبوع الموضة اللندني، وهو لا يزال ربما لهذا السبب الأحب إلى قلبها. وقد صممت أولى مجموعتها العام 2004 لصالح روك أند ريبوبليك، أسمتها فيكتوريا باكهام روكس، غالبيتها من الجينز. العام 2006 عادت باكهام لتطلق ماركتها الخاصة من الدنم، إلى جانب تصميم النظارات الشمسية وأدوات التجميل والعطور التي حملت اسمها، كما عملت كوجه إعلاني لماركات مثل مارك جايكوبز، روبرتو كافالي ودولتشي أند غابانا. ومع انطلاقة العام 2008 وسعت فيكتوريا باكهام تصاميمها، فإلى جانب الفساتين بدأت تصمم الحقائب، حتى فازت في تشرين الثاني 2011 بجائزة ماركة العام من البريتش فاشن أوردز، كما وباتت في 2012 المصممة الأكثر تداولاً عبر تويتر خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وهي منذ حينها تجني الملايين والاحترام على هذه النقلة النوعية التي حققتها عاماً تلو الآخر. فيكتوريا باكام our icon of the week. باولر بيز مبارح حكيتي على her personal life وكيف هالشخصية القوية لها خلتها تتغلب على كل صعابها في الحياة وتبرز. يمكن the other members of the Spice Girls ما بنسمع عنهم كثير، يمكن بس one of them صارت member of the jury في برنامج الهوات، لكن هي ما اعتمدتش على اسم جوزة وشهرة جوزة، يمكن هي حتطعمي جوزة بالسنوات اللي جاية. أهلا وسهلا فيك. أول شيء مرسي مرسي، أهلا فيكم. هلا صبتة بالميم، لأنه هي هيك بيقولوا هلا، عم بيحكوا إنه هو ما بقى أكيد بالفوتبول رح يخفف شغله وصار كبير، obviously هي رح تكون اللي رح تمول العائلة يعني. طب فيكتوريا مثل ما شفنا ابتدت بعام 2008 أو أطلقت أولى مجموعاتها، خبرينا شوي باولا شو الخط اللي اعتمدته بالبداية؟ هلا هي ديجا وقتها كانت بسبايس جيرلز كانت اسمها بوش سبايس، يعني السبايس اللي بتحب الموضة والأناقة. من الأول في طريق معين لحقته بحياتها انه هي دائما the stylish person. وقتها بلشت تعمل موديلينج بال2000 كانت تسلي، بتعرفي انه هي واج مرت فوتبولر بيسموها وايف اند جيرل فريندز تبع الفوتبول بيبل،
بلشت هيك صفت انه هي سوسايتي سيلبرتي، خف اكيد الشغله كلنا بنعرف من وقتها كسينجر وما برعت كسولو سينجر يعني. Because she doesn't have that voice يعني فيكتوريا بيكهام ما منها صوت يعني. لا هي كلها باكج ماركتينج، شطاره وذكاء توب. بقى بلشت موديل بالاول وعجبتها الشغله لانه قالت لك اذا هن عم بيعملوها انه ليش انا ما بعملها، عندي ستايل وعندي ايكيب وعندها تقدر تمول، ما هي كمان بدك حدا يمول لك الفاشن. وعملت يعني انا بلاقي الستبس الخطوات اللي عملتها كثير ذكيه لانه مثل ما قلتوا بلشت بالجينز اللي هي اكثر شيء بينباع وهين، بعدين بلشت اكسسوارز، في عندها برفيوم لاينز بتنباع بانجلند، وهلا من جمعه عملت استيلودر لانشينج للميك اب. ابسولوتلي ابسولوتلي. طيب حلو، كيف فينا نقول كيف لقت الايدنتيتي بتاعها، كيف صنعت الايدنتيتي بتاعها في عالم التصميم؟ هلا في رومر بتقول انه رولان موري ذا فيموس ديزاينر هو اللي رسم لها اول كولكشن. كلنا بنعرف انه اول كولكشن كانت مجموعه 10 فساتين وبس ما في غيرهم، ونبيعوا بيقولوا سيلز كانوا هائلين يعني من الاوردرز. That was the zipper collection. Yeah. وكل الفساتين من جوا كورسيه. الكارت بتاخذ العقل مثل الاور جلاس فيجر وكورسيه من جوا، نحن بنشوف من برا بس من جوا الشغل احلى من برا. نبيعوا اسعارهم كانت كثير موزونه يعني ماركتينج كثير ذكي عملته. حلو. هلا هي بتقول لك بتكذب الرومرز انه رولان موري از فريند وعرفها على التيم اللي بتشتغل معه. انا بيرسونلي بشك لانه كل هالعالم عشرتها كلنا بنعرف هالسنين وبنعرف انه ما في رومر غير ما يكون في وراها حقيقه. والستيل على كل حال رولان موري اول ثلاثه كولكشنز رولان موري، بعدين تطورت الايفوليوشن تبع الستيل تبعها مع شخصيتها مثل ما شفنا هلا. ايه شوي شوي. ما بالاول كانت هي بعدها بدنا نقول بالفرنسيه بسيكوريجيد يعني شوي كثير ضابطه على حالها، ما كانت تبتسم ودائما عوينات شمس كانت خجوله كمان. ما هو الخجل بيعمل لك بيفكروك العالم جفصه، بتكوني انت بتستحي كثير والعالم تقشعك لمنك، تقشع شيء براني مش حقيقتك. اكيد هي منا ثقيله لانه لتكون عندها هالانتشار والنجاح، وبعدين اكيبتها معها من الاول لتكون اكيبتك حدك يعني منك انسان عاطل. اذا انت انسان بالشغل، انا اشتغلت مع 100 شركه والعالم اللي مش منيحه بتركيها ما بتبقي معها. الانسان المنيح بتضلك على زمن طويل معه. Absolutely. بقى هي كيف عملت الستيل ايفوليوشن، مثل ما بتشوفي حياتها بتشوفي ستيل فساتينا. هلا عم نشوف فلات شوز، صرنا نشوف بناطلين مثل ما هلا لابسه الباجي بانتس مع زنار مثل كرافات مربوطه وقميص كثير واسعه كثير حلوين كثير. لك انه هالمجموعه مين بقول انه هيدي مجموعه فيكتوريا بيكهام، هيدي مجموعه ديزاينر شو بقولوا ماهر مش مجموعه حدا بس صار له 8 سنين. صحيح. طب هل في الوان معينه بتعتمدها عاده بكل كولكشن باولا؟ بتلاحظي في لون بتركز عليه اكثر من غيره؟ لا دائما عندها الالوان تبع السيزن بس الباليت تبعيتها دائما قويه. الباليت منا ميوتد يعني اذا هالسنه في زيتي بتنقي الزيت القوي ما بتنقي الزيت الميت. اذا في ريد الريد تبعها مش برغندي، دائما بالباليت اللي بيعطوك اياها بيعطوك ثلاثه فاريشنز اما اربعه باللون. هي دائما بتطلع على الابر نوت اذا بتنتبهي لانه بالصوره بيبرز اكثر. بيبرز اكثر وشفنا انه كانت كمان بكذا كولكشن بتركز كثير على الغوامق خصوصا الاسود والابيض. طيب الأسود. اخذت لبينيديكسيون دو اكبر المجلات ورؤساء تحرير المجلات انا وينتر وغيرهم اللي للان في اسماء كبيره ما انحطوا لا على كفر ولا بيشوفوا انا وينتر بهير شوز. سو كيف وصلت لظبطت حالها بهالطريقه؟ هلا السكسي تبعها هي كمان التيم، هي وجوزها بيعملوا كابل كثير اتراكتيف جلامورس كابل جلامورس. وبعدين ما تنسى هي لبسته اول ما تعرفوا على بعض غيرت له اللوك، صفى الدبل صفى. هو قصت شعراته قص شعراته، لابسه ليذر جوتشي لبسته ليذر جوتشي، يعني كانوا مثل توينز. ابسولوتلي. هيدي اعطتهم قوه صوره، صفى العالم كلها بدها تعاشرهم، يعني صاروا صحبه مع توم كروز، كيتي هولمز، بيونسي، كل هالمشاهير المهمه صفت بدها تكون بالاوفر. نزعتها لكيتي هولمز هي وبنتها. هيك بنقول. نزعتها ايه. صارت بنتها لكيتي هولمز سوري، صارت كمان فاشينيستا من وراء فيكتوريا. ايه اوكي. طيب ومين من المشاهير لبس من تصاميمها باولا؟ يعني ما بينعدوا، في هلا طالع ويب سايت حاطين ال 40 40 كل السليبرتيز بهوليوود بحبوا يلبسوا فساتينا، من سكارليت جوهانسون
نقي واستحلي كل لون، وخصوصا اصحابها بحبوا يبرزوا تصاميمها اكثر. تصاميمها اكيد. اها حلو اكسلون. طيب صارت اوفيشلي بالكالندر بنيويورك، وصار الكل بيتهافت ليشوف شو راح تقدم فيكتوريا. She's always excited. بنشوف من خلال السوشيال ميديا قديش هيك متيكلس بشغلها، دقيقة، نحسها دائما هيك على أعصابها متوترة. بس this time شفناها شوية chilled لأنه بروكلين ابنها صورها بنيويورك. راح نشوف شوية الفيديو مع بعض. يلا. قديش كانت متخوفة الموف تو نيويورك، هلا صارت واحدة منهم؟ يعني هيدي شغلة عن كل المصممين، أكبر دعسة، أكبر خطوة عملتها هي. في عالم بتضل 20 سنة وما بتوصل عليه، وصلته بثمان سنين. أبسولوتلي صح. أميزينغ مثل ما بيقولوا، دايما بتدهش بلدها وحطت اسمها ومكانتها بشكل غريب. إذا حبينا هيك In one sentence, what's the secret of Victoria Beckham's success? شو سر نجاحها؟ أنا بقول التناسيتي. شو بقوله تناسيتي؟ الإصرار. إيه هالكلمة، لأنه ما في شيء بيوقف قدامها. Okay. بتضل مصرة لتوصل على اللي بدها تحقق شغلتها. بدها تحقق شغلتها، وبكل خلال حياتها بتقري بكل شيء. يعني بعدها بتقري الانترفيوز البيهايند ذا سينز اللي بيعملوا لها اياهم عن الكولكشن، كيف تشتغل مع الاكيب. بتضلها لتنفذ اللي بدها اياه على الطريقه. اكيد بتسمع من اكيبتها، بس بدها هالموديل بده يطلع هالموديل. الاصرار دائما هو سر النجاح. هيدا يمكن اللي صار معك مصطفى، صح؟ بالضبط نفس الشيء. اللي بيصر على شغله وبيحبه اكيد بينجح فيه. كل شيء بتعطيه بيعطيك. اكيد ديفينتلي. قاعدين على الطاوله شيف، ثانك يو سو ماتش. بس خبرنا هيك على السريع، لازانيا شيء بشهي بشكل فظيع. اهلا وسهلا فيك شيخ. الو ريكاب تفضل. بون ابيتيت. ميرسي بوكو. لكن في شيء مميز حطيته باللازانيا؟ اي طبعا في الخلطه السحريه شوي. كثير مهمه، يعني بتعطي نكهه اللازانيا الاورجينال. كي بيان سوبر. بون ابيتيت. ميرسي بوكو. ميرسي لك. طبعا الاوريغانو، كل الاشياء المميزه، طبعا البهارات سبيسيال. يعني اكيد في اسرار ما لازم يعطيها عشان بيخبيها لحاله. ميرسي بوكو لك. ميرسي لك. ثانك يو مصطفى. اكيد يعني احنا حطينا لك لتستمتع معنا باللازانيا. انا عم فكر اذا فيني اعزف على الصحن. عجبني. يا ريت. ايه في بيطلع منه صوت. طيب شو بنسمع شيء هيك نختم فيه؟ يلا وبعدين بنرجع بناكل. تفضل. طبعا ثانك يو سو ماتش. ميرسي لك. اهلا وسهلا. دائما السوجي انتريسان بوجودكم. انت عالم الموضه هيدي، حياتك ومشوار طويل معه. بحب بتعرفي بحب يخبروني قصص. انا ما كثير بحكي برا، بتعرفوني ما بخبر الاسرار، بس بيجيني اخبار واخبار بجمعهم. بتجمعهم كلهم مثل داتا بيس. داتا بيس بتركهم وقت بيجي الوقت بنضهرهم. احلى شيء. ثانك يو لك باولا. وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعوا حلقتنا اليوم. بكره حلقه جديده، فكونوا كتار على الموعد. الى اللقاء.